اعلامي وتقول الو. قول الو. الو الو، مش عايز يرد عليك ولا ايه؟ مش عارف. احنا الو الو. اي خش كمل. الو مين؟ مين؟ الو مين؟ معانا كابتن محمود جمعه، كابتن محمود المدرب لفريق الكره الطايره رجال من بريده. كابتن محمود الف مبروك، ما شاء الله بطوله ولا اروع ولا احلى من كده. الله يبارك لك كابتن خالد حبيبي، ربنا يخليك و الحمد لله رب العالمين. ربنا كرمنا كاس مصر وبطوله افريقيا، الحمد لله كرم من عند ربنا كبير السنه دي، ويا رب كده تكمل بالثلاثيه كده عشان نفرح ان شاء الله جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره بالكامل باذن الله رب العالمين. كابتن محمود اكيد في مواقف كثيره مع كابتن ميدو بتحصل في الكواليس، دايما بتقعدوا مع بعض قبل المباريات عشان تحددوا المرحله اللي جايه او تحددوا الفريق اللي هيلعب في المباراه. قول لي كواليس كده فيها بيحصل فيها كلام، بيحصل فيها بينك وبين كابتن ميدو قفش، لا هنلعب ده لا مش هنلعب ده، ايه اللي بيحصل في الاوضه المغلقه؟ والله طبعا يعني هو قبل اي حاجه محمد مصلح، يعني هو قبل ما يبقى مدرب طبعا وراجل، يعني الواحد لازم يديله حقه. الراجل ده يعني والله شد حقه، هو مش عشان بس احنا في بيننا سابق ان احنا اصدقاء او اي حاجه، الراجل ده انا بعتبره من احسن المدربين ويمكن يكون احسنهم دلوقتي في الوقت الحالي في مصر. الراجل دوت بجد بيتعب قوي في شغله، مخلص جدا جدا في شغله. اقسم لك بالله يا كابتن خالد انا كتير جدا جدا بيطلب مني اللابتوب في اوقات، يقول لي هات لي اللابتوب وتعالى، هات لي ورقه وتعالى، انا بقول له لا نام شويه وبعدين انا يعني خد ساعه نام شويه وبعدين هجيبك. بدخل بلاقيه الاوضه الارض مفروشه ورق، قاعد فاتح الورق، فاتح الكشكول الاحمر، قاعد بتذاكر كل الفرقه سواء كانت فرقه قويه فرقه ضعيفه اي حاجه، قاعد ماسك الورق اللي هو بيذاكر الفرقه اللي احنا هنلعبها قبل ما يقول اي حاجه للعيبه، هو بيذاكر الفرقه كويس قوي وبعدين تحفظ اللعيبه كل واحد يعمل ايه. ففعلا الراجل ده بيتعب جدا، وصدقني الجهاز كله يعني هو طبعا كابتن ميدو هو الهيد في الاول وفي الاخر طبعًا. هو الراجل الكبير زي ما يقولوا، بس الجهاز كله من اول كابتن ميدو لحد احمد رشاد، الناس دي كلها تعبت جامد قوي 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 السنه دي. وهو بصراحه ميدو متعب في الشغل، متعب جدا في شغله، بس في الاخر خالص لصالح العام ولصالح الفريق. يعني تمارين تمارين، ثواني بس يا كابتن محمود، يعني كمان هو متعب عشان تسمع يعني لا لا تمارين تمارين بصراحه تمارين. طب ما تقول، طيب انا عايز هو تمارين بصراحه كتير، يعني ايه بقى الصبح وبعد الظهر وكل يعني كل يوم بطل لازم تتمرن الصبح وبعد الظهر؟ اكيد، بس يعني مش بس ايه دي. ما هو هيهزر هنخسر. لا يبقى نتمرن، يبقى نتمرن صح. تمام. طب تقول لي كابتن محمود جمعه الهوا حبيبي. والله يا كابتن محمود حبيبك حبيبي، والله انا بحب كابتن كابتن محمود. محمد رمضان عامل مشكله معاكم جوجو. عامل لنا مشكله في حياتي. تمام. هو عامل مشكله للفرقه كلها. محمد رمضان، احمد سعيد. احمد سعيد برضو عنده مشكله صح ولا عادي معديه؟ والله بص اقول لك على حاجه، انا اللعيبه دي كلها ربنا اللي عالم، يعني كلهم اخواتي الصغيرين واصحابي، وانا الحمد لله علاقتي بيهم كويسه جدا، يعني انا بحبهم جدا وهم الحمد لله نفس الفكر، يعني بيبادلوني نفس الشعور. على فكره الموضوع ده مش بيني وبينهم، الموضوع ده مع الجهاز كله يعني الحمد لله. بس هو في بقى ناس فاهم انت كده بيبقوا ايه يعني قريبين منك شويه، يعني ايه حسام، صلاح، عبد الله، محمد رمضان، يعني مش عايز انصح بس بص في ناس كده تحب تنكشهم كده في النص في وسط التمرين. هو سعيد ده واحد منهم، هو رمضان بصراحه. توكلنا على الله. كابتن محمود جمعه بنشكرك شكرا جزيلا، الف مليون مبروك.